أهلا بكم. هل إسرائيل عشية انتخابات برلمانية مبكرة؟ يكثر الحديث في إسرائيل عن إمكانية لجوء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تقديم موعد الانتخابات للخروج من أزمته الائتلافية، إن كانت هناك أزمة ائتلافية. ما هو وضع الأحزاب العربية؟ وهل هناك إمكانية لتحالفات انتخابية عشية الحديث عن مثل هذه الانتخابات؟ لجنة المتابعة العليا، هل تراجع دورها وتأثيرها؟ ولماذا لم ينتخب رئيس لها منذ عدة أشهر؟ التحريض على الجماهير العربية ومزاعم وجود قاعدة لتنظيم داعش بين الفلسطينيين في الداخل، وفي المقابل اعتبار العرب المسيحيين الفلسطينيين أراميين بقرار من وزير الداخلية الإسرائيلي حول هذه الموضوع وغيرها. سنحاول التحدث في هذه الحلقة مع النائب محمد بركي رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والمحامي جواد بولس. أولا النائب محمد بركي، يعني هل الحديث عن تقريب موعد الانتخابات وحديث جدي في إسرائيل؟ يعني هو هذا الأمر يدخل في عدة أبواب الحديث عن الانتخابات. أولا فعلا هنالك تجاذبات في داخل الائتلاف الحاكم، لكن لا أعتقد أن أحدا له مصلحة في تقديم موعد الانتخابات باستثناء شخص واحد، هو بنيامين نتنياهو نفسه. هو ربما يعتقد أن الظرف مواتي كي يستبق خصومه ومنافسي، وهو الآن المتوج بدون منافس كمرشح أقوى لرئاسة الحكومة، فيمكن أن يبادر لذلك، علما أنني لا أعتقد أن هذا احتمال كبير. لكن هذا يذكرنا، لكن نائب محمد بركي ذكرنا في المرة السابقة هو بادر إلى تقديم الانتخابات عندما كان في استطلاعات الرأي يعني وضعه جيد. نعم هذا صحيح، يعني في انتخابات 2013 يعني إحدى المفارقات أنه الحكومة لم تسقط ولم تعبر أزمة، إنما رئيس الحكومة وجد أن عنده وقت في يعني يتمتع فيه بقوة وبشعبية فبادر إلى الانتخابات. كذلك الأمر يمكن أن يحدث اليوم. لكن أيضا النقاش حول الأزمة مرتبط في أمرين في غاية الأهمية. الأول مخلفات العدوان على غزة والنقاش الدائر حول تغطية الميزانية وإدارة الحرب، وهذا يريد أن يلصق لنفسه نياشين مثل بينيت وغيره. والأمر الثاني هو النقاش حول الميزانية. النقاش حول الميزانية يبدو أنه متمحور بين نتنياهو وبين وزير المالية لابيد، لكن لابيد أضعف من أن يضع يعني انذارات لنتنياهو، لأنه وضعه في أي انتخابات قادمة سيء للغاية. إذا أردت مني جواب بجملة، أنا لا أرجح كثيرا أن يكون هنالك انتخابات مبكرة على الأقل في غضون العشرة أشهر القادمة. ولكن يعني حتى نتنياهو، سأعود إليك المحامي جواد بولس، حتى نتنياهو وضعيته داخل الليكود اليوم في حزبه هي وضعية غير مريحة. يعني وزير الداخلية جدعون سعر قدم استقالته، قبلها كان الوزير الاتصالات كحلون، هناك صراعات داخل الليكود، هناك أيضا أصوات بدأت تخرج داخل الليكود أن نتنياهو لا يستطيع أن يقود هذا الحزب. إذن هناك أيضا صراعات داخلية قد تمنعه من الدخول الى الانتخابات او قد تشجعه الى لا. يعني شوف اقول لك، يعني انا اعتقد ان الانتهازيه السياسيه اللي موجوده في الليكود ستعطي الاسبقيه لنتنياهو بشكل قاطع. في نهايه الامر هؤلاء الذين يناكفونهم اعضاء كنيست ويريدون ان يواصلوا عملهم. هم يعرفون ان نتنياهو هو الشخص الذي يمكن ان يجلب على اعضاء الكنيست الاكثر للليكود. ففي نهايه الامر الامور ستحسم هنا، هل سيكون أمل للليكود في تشكيل حكومة قادمة بدون نتنياهو؟ الأمل أقل بدون أدنى شك، أو الاحتمال أقل، هذا ليس أملا. هل بقيادة أخرى سيحصل الليكود على مقاعد أكثر من قيادة نتنياهو؟ برضو هذا كمان مش ممكن، ولذلك ما كان هو ما سيكون في الليكود. المحامي جواد بولس، في حال جرت انتخابات، في حال أنه هذا الحديث عن تقديم موعد الانتخابات يعني تحقق، اليمين ما زال هو الأقوى من حيث كل الخارطة، مجمل الخارطة السياسية في إسرائيل، كيف أنت ترى الصورة؟ يعني أنا أعتقد أن الخيارات، كل الخيارات مفتوحة في السياسة الإسرائيلية بما في ذلك تقديم موعد الانتخابات، على الرغم من أن يعني التحليل المنطقي والطبيعي بالوضع القائم لا أحد معني من مركبات هذه الحكومة بتقديم، ولا سبب لهذا.
أنا أتصور أنه بفارق عن قرار نتنياهو السابق عندما حل بنفسه الحكومة، وسبب ذلك استشعاره لقوته في ذلك الوقت، اليوم أعتقد أن إذا كان هنالك سبب هو استشعار ضعف قوة نتنياهو المتنامي، هذا الضعف المتنامي، بمعنى أن نتنياهو يقرأ أن مجريات السياسة الإسرائيلية تأخذ منه العديد من مصادر ومنابع القوة وتحيل ذلك إلى الكتلة الأكثر يمينية وتشددا من أمثال بنت ومجموعته. ولذلك أتصور أنه من سيتحكم بتقديم موعد الانتخابات هو الجشع اليميني، عندما يستقر الرأي عند هذه الكتل اليمينية بأنها تستطيع أن تنقض على الحكومة بشكل نهائي، أعتقد أنها ستفتعل الكثير من الإشكالات التي قد تسقط هذه الحكومة، لأنها هذه المرة هي ستكون معنية وليس نتنياهو. هذا هو سؤالي، يعني حتى لو كان رئيس الحكومة نتنياهو غير معني في الانتخابات، لماذا لا يكون مثلا رئيس البيت اليهودي وهو الآن يعني حسب كل الاستطلاعات هو يعني في مركز قوي أيضا داخل الجمهور الإسرائيلي، لماذا هو لا يكون معنيا في تقديم موعد الانتخابات وتفرض قضية؟ السبب في غاية البساطة، إذا قرر بنت أن يخرج من الحكومة فهنالك من يقف إلى جانب الباب من الخارج على أهبة الاستعداد للدخول الحكومة، وأنا يعني حزب العمل. لكن هل حزب العمل يستعد دخول الحكومة دون أي تقدم في المفروض؟ لا بالضبط، يعني هذا بالضبط ممكن أن يلفق كلاما حول عملية سلام وما إلى ذلك، ونتنياهو يعني شاطر في هالشغلة. فبنت لا يملك ورقة حل الحكومة، يملك ورقة الخروج من الحكومة، لكن لا يملك ورقة الحسم في اتجاه انتخابات. تقديري أن يجب أن تكون أزمة أكبر من هذا، يعني يجب أن يكون هناك تحالف مثلا بين بنت وليبرمان من أجل أن تكون أزمة حقيقية تقود الانتخابات. لكن ليبرمان نفسه مش معني في الانتخابات، وضعه في الاستطلاعات غير مبشر. ورقة الانتخابات في يد نتنياهو، السؤال هل سيستعملها أو لا؟ أنا قد أتفق إلى حد كبير مع الأستاذ جواد في هذا الموضوع. أيضا تجربة 2013 لما قدم الانتخابات، تذكر هو كان مركن على أنه سيأتي الانتخابات في تحالفه مع ليبرمان في قائمة واحدة ويجتاح الخارطة السياسية، لكن في المحصلة هم حصلوا على أقل مما كان لديهم كلا على حدة في الانتخابات التي سبقتها، يعني كان 38 طلع 31. فمن هذه الناحية النتائج لم تكن على قدر أمال وتوقعات نتنياهو، وهذا الأمر ممكن أن يحدث الآن إذا كحلون بده يأخذ شوي من الليكود وبنت يأخذ شوي، مع إمكانية أنه طبعا تداعي حزب لبيد يش عتيد، لكن مش بالضرورة أن يحصل على إنجازات كبيرة. لكن بدون أدنى شك ما هو ظاهر الآن أنه في أي نتيجة انتخابات مستقبلية يعني قادمة أو سريعة الآن، نتنياهو هو المرشح لرئاسة الحكومة ولا منافس له تقريبا. طيب يعني يعني حسب الحديث هنا هناك اتفاق أنه عملية تقديم موعد الانتخابات هي أبعد ما يمكن أن تحصل في على الأقل وإن كانت جائزة. ولكن في نفس الوقت هذه الحكومة بتركيبتها الحالية بالنسبة للمفاوضات، يعني هناك من يتحدث أنه المفاوضات انتهت، يعني ما في أي إمكانية لاستمرار مفاوضات من هذا النوع، لأنه بالآخر هي كسب وقت وما إلى ذلك. هل إسرائيل تعيش الآن أزمة داخلية نتيجة يعني انغلاق أي أفق لحل تفاوضي، بلاش نقول حل سلمي إنما إلى حل تفاوضي، وطبعا إسرائيل هي التي أدت إلى غلق أي أفق لحل تفاوضي، وأيضا على خلفية ما جرى في العدوان على غزة، وبطبيعة الحال إنه إسرائيل نفسها أصلا لم تحقق الأهداف التي رسمتها والتي أعلنت عنها. أنت كيف ترى صورة هذه الحكومة في ظل كل هذه التشكيلات التركيبات التطورات الأخيرة؟ يعني وجهة نظري الخاصة أن هذه الحكومة عمليا استجمعت نقاط ضعف من خلال هذه الحرب، ومسببات هذه الحرب كما ادعتها، وأهداف هذه الحرب كما رسمتها لنفسها.
الشعب في إسرائيل لا يرى ذلك هكذا. وبالتالي لكن هناك نكمة في في هنالك في بعض الحدود الأصوات في الجنوب هناك نكمة. هنالك بعض الأصوات التي لا ترقى أن تكون تيارا أو كتلة من شأنها أن تغير واقع سياسي وخارطة سياسية داخل إسرائيل. لا بالعكس، الانتقادات هي من الجانب الأكثر يمينية وتطرفا، أن الحرب يجب كانت أن لا توقف، وأن كان يجب أن يكون هنالك دخول بري أكثر كاسحا وما إلى ذلك. بمعنى أن الأصوات التي تنتقد الآن هذه الحكومة تنتقدها بأنها كانت حكومة ضعيفة من حيث إيقاع الضربات التي يجب كانت أن تكون أكثر إيلاما. الأصوات المنتقدة، من توصل إلى نتائج بأن الحرب أو القوة لن تحل القضية مع الفلسطينيين، وبأن الأهداف التي وضعتها إسرائيل كانت أهداف وهمية عمليا تبرر فقط استعمال هذه القوة، هي أصوات هامشية أعتقد، وإن كانت مهمة، بعض هذه الأصوات مهمة. باعتقادي أن أهم شيء في هذه الحرب لم يتكون بعد. الحرب بحد ذاتها هي وسيلة لتحقيق مآرب سياسية. الحرب على المآرب السياسية ما زالت عمليا متفاعلة في الساحة الدولية وفي الساحة الشرق أوسطية وفي الساحة العربية. وأنا أعتقد أن الحرب في على غزة كانت جزء من مفكرة إسرائيلية للمساعدة على اصطفاف القوى الجاري الآن في الشرق الأوسط. طيب. إلى حد بعيد هذه النتيجة لم تحسم بعد، ونحن نرى بوادر من شأنها أن ترصد في النهاية نقاط إيجابية كبيرة لصالح الأهداف الإسرائيلية، وأقول ذلك بأسف وبوجع. هذا هو سؤالي النائب محمد بلكي. يعني في حديث سابق في أيام في البث المباشر في الساعة المفتوحة حول كل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنت قلت لي في أحد البرامج أنك يعني عندك انتقادات واسعة على كمان على القرار الفلسطيني وعلى السلوك الفلسطيني في هذه الحرب في هذا العدوان. هناك يعني هل أنت ترى أن هناك تضخيم للحديث الفلسطيني وكأن هناك انتصار في وضعية أنه كمان صار في هذا الدمار الشامل في قطاع غزة؟ ثانيا، الأهداف السياسية، كل حرب هي لها أهداف سياسية. في نهاية الأمر حتى الآن لم نرى أي هدف سياسي تحقق للفلسطيني. ليش تحقق؟ يعني أولا حركة حماس هي كانت العنوان الأساسي للعدوان ولمواجهة العدوان في غزة. بهذا المفهوم حماس بعد تشكيل حكومة الوفاق قبل الحرب كانت غائبة إلى حد كبير عن المشهد العام في المنطقة وفي الساحة الفلسطينية. الآن هي في مركز، هذا هدف سياسي يعني لا يمكن الاستهانة فيه. أنا أنظر إلى ما حدث بعينين اثنتين، واحدة ترى البطولة والصمود الفلسطيني شعبا ومقاومة، والعين الأخرى تظهر ترى هول الكارثة التي حلت بشعبنا الفلسطيني وهول الجريمة التي ألحقتها إسرائيل بشعبنا في غزة، الدمار، القتل، الجرحى. يعني هنالك 12 ألف إنسان غالبيتهم ربما سيعيشوا كل حياتهم مع عاهات مستديمة. هذا ليس أمرا يبعث إلى الرقص في الشوارع، وأعتقد أن هذا مشهد مفيد لإسرائيل في نهاية الأمر، لأن إسرائيل أرادت أن تظهر ثانية بمظهر الضحية. أصلا كل موضوع مبادرة إسرائيل للحرب لها أهداف سياسية، هي التملص من الاستحقاق السياسي من ناحية، ومن ناحية ثانية أن تعيد إلى التداول العالمي والدولي موضوع الإرهاب والخطر على حدودها والخطر على مواطنيها في الجنوب وما إلى ذلك من هذا الكلام. المشهد الذي يحاول أن يصور إسرائيل كمهزومة هي لم تحقق أهدافها. طبعا هي واجهت مقاومة بطولية، نعم، وأنا قلت أكثر من ذلك أن آخر انتصار حققته إسرائيل كان عام 67، انتصار كاسح واضح. لكن هذه يجب إدارة أيضا المزاج العام بشكل يخدم القضية، هذا لم يكن يخدم القضية. الأمر الآخر الذي يعني
يعني عندي ملاحظة عليه في فترة الحرب وما بعدها أن هنالك من روج أوهام أنه يمكن أن يصل إلى حلول متعلقة بغزة بدون مصر. أصل قد تتفق معها قد تختلف معها، لكن هذا من باب يعني العبث السياسي أن تفكر أنه ممكن توصل لحل متعلق بغزة بدون مصر. فماذا ما هي النقطة التي وصلنا إليها في التالي؟ ما هي شروط وقف إطلاق النار؟ هي نفس الشروط التي وقعت أيام مرسي في 2012، وهي نفس الشروط المبادرة المصرية التي أعلنت عندما كان عدد الشهداء 170-180. هذا مواضيع يجب أن تسأل على الساحة الفلسطينية، هذه أسئلة يجب أن تسأل وأن لا يمر عليها مر الكرام. الناس مش عصافير ولا جاج، يعني حتى الجاج بقول لك الرفق بالحيوان يستنفر، فما بالك عندما تقوم إسرائيل بهذه الجريمة، وأحيانا أنت لا تستطيع أن تصد هذه الجريمة بشكل عسكري، لكن يجب أن تكون هنالك أدوات أيضا سياسية مثل مبادرة وقف إطلاق النار الأولى. لكن هناك تجاذبات إقليمية محمد بلكي تأثرت كمان على الموقف الفلسطيني. أنا في النهاية ليش وصلنا لهون؟ يعني هذا كان ممكن نوصل، عفوا كان ممكن توصلوا في أول أسبوع 10 أيام، يعني كان توصل نفس النتيجة من ناحية شروط وقف إطلاق النار، وقد تكون الصورة يعني متغيرة اليوم. يعني أنا بعد قرار قطر يعني إخراج كل قادة حركة الإخوان المسلمين من، يعني قد يؤثر تعقيبا أو إكمالا للي قاله محمد، أنا وافق على أنا برأيي القضية أكبر من ذلك. يعني على المستوى البشري والإنساني والأخلاقي هذا توصيف رائع. أنا قلنا أن في منازلة العضلانجي أو العضلات، القوي إن لم يقضي على الضعيف فهو مهزوم، والضعيف إن لا يكسر ظهره في هذه المنازلة فهو منتصر. بهاي المعادلة ما بين إسرائيل وغزة واضح من المهزوم ومن الهدف، ولكن أنا تصوري إنه القضية لا يجب أن توضع فقط في هذا القالب. إسرائيل استهدفت سياسيا من هذا العدوان على غزة ما كان يبدو أنه قاب قوس من التحقق قبل العدوان، من خلال حكومة الوحدة وبناء القضية الفلسطينية استراتيجيا بناء سليما يعيدها إلى ما يجب أن تكون عليه، واحد على مستوى وحدانية التمثيل لهذا الشعب، أن يجب أن كان أن يبقى مع منظمة التحرير، ومن خلال إدخال ومشاركة حماس كما كان الحديث ساعة الاتفاق على كذا على حكومة الوحدة. تنين قضية كيانين لفلسطين، غزة واحد والضفة واحد، وتكريس هذا الانقسام حيث جاءت الاتفاقية كي تضع حد لهذه الأوهام أو لهذه الأحلام عند البعض. أنا برأيي في هاتين المقولتين نحن الآن عدنا خطوات إلى الوراء. من المسؤول عن ذلك؟ طبعا بعض الفلسطينيين مسؤولون عن هذا الموضوع بشكل واضح. ما أقوله أن لذلك قلت في السؤال الأول أن نتائج هذه الحرب على مستوى السياسة لم تحسم بعد. أملي أن يتفكر الفلسطينيون لا سيما في غزة أن ما حدث وإن حاول البعض تسويقه كنصر هائل في أيام العرب على إسرائيل، وإن كان كذلك عسكريا، يجب أن نتفكر ونأخذ بالحسبان النتائج السياسية. أنا أخشى أن نضيع فرصة كانت قاب قوس من تحقيقها، ونعود إلى مربعات تعيد الشعب الفلسطيني إلى ثنائية التمثيل، وهذه كارثة، إلى غزة أولا ومن ثم الضفة، وإلى جميع هذه المقولات التي جرت القضية الفلسطينية إلى حالة من التعويم وإلى حالة من التشظي التي أوقعت فيها خطرا كدنا أن نتخطاه، وهذه الحرب كادت أن تعيدنا إليه. يعني يمكن كانت، يعني مش يمكن، هذا مؤكد، هذا ما نشر عنه، أنه أحد أهداف الحرب أيضا هو فصل الضفة عن وحدة بالضبط جغرافيا كمان، جغرافيا، وعلى ما يبدو أنه هذا الهدف أيضا لم يتحقق، على الأقل ضمن الوضعية الحالية، ضمن ما ينتج عنه من وضعية حالية.
هذا يكون لي سؤال تاني بالفعل. قضية التحريض على الجماهير العربية على الفلسطيني في الداخل وقت الحرب، وأيضا هذا التحريض ما زال مستمرا في يعني الأسبوع الأخير، عدة حلقات، سلسلة من الحلقات في القناة العاشرة الإسرائيلية اللي هو عمليا كلها تحريض على الجماهير العربية وإعطاء الانطباع وكأنه هناك قاعدة لتنظيم داعش داخل الجماهير العربية، وهذا التحريض واضح له أهداف معينة. سأتي أيضا النائب محمد بركة على قضية قرار وزير الداخلية أنه كل من يرغب من المسيحيين أن يغير قوميته إلى الآرامية هو يستطيع ذلك، واضح أنه هذا أيضا ضمن زرع الفتن والخلاف الداخلي. ولكن هذا التحريض أنه يعني في تنظيم داعش له قاعدة داخل الفلسطيني في الداخل، مع أنه نحن نعيش بين الفلسطينيين في الداخل ومش شايفين أنه هذه القاعدة الموجودة. ماذا تبغي إسرائيل من هذا الأمر، خاصة وأنه يعني آسف طولت في السؤال، أن هذا تزامن مع اجتماع رئيس الحكومة مع جهاز الشباك الأمن العام الإسرائيلي اللي حكوا فيه عن قضية داعش والجماهير العربية الفلسطينية. إذن هذه كانت مبرمجة ومبادرة، يعني هذا ما كان فقط يعني أنه قناة العشرة بادر إلى ذلك. هذا استمرار للحرب على غزة. الحرب على غزة استهدفت الوحدة الوطنية وحكومة التوافق، لكن هي استهدفت أن تخلق أجندة سياسية أخرى تحدثت عنها قبل قليل، وهي إعادة موضوع الإرهاب إلى مركز التداول. هنالك موضوعان شبه إجماعيان في المستوى الدولي. الموضوع الأول هو الإرهاب، أو موضوع واحد هو عمليا أو ما يسمى بالإرهاب وإفرازاته مثل داعش وغيره والتحالف الدولي. نتنياهو يريد أن يدخل إلى هذا الخطاب من خلال إلصاق الإرهاب والداعشية بالشعب الفلسطيني وبالجماهير الفلسطينية في داخل إسرائيل نفسها، بمعنى أنه يستطيع أن يظهر أمام العالم أنه يواجه هذه الظواهر اللي عليها إجماع أو في إجماع على مقاومتها. لذلك هنالك يعني اختراع وتلفيق للمسار السياسي للمجتمع الفلسطيني في داخل إسرائيل. نحن نعمل من خلال القوانين الإسرائيلية، أحزابنا تأخذ ترخيصا من مسجل الأحزاب، جمعياتنا تأخذ ترخيصا من مسجل الجمعيات، مظاهراتنا تخرج برخصة أو بدون رخصة ولكن في نهاية الأمر محكومة لقضاء في الغالب ظالم. يعني هذا كلام أقل ما يقال فيه إنه هو محاولة لاختراع والابتداع خطر يكون مقاومته مقبولة على كل العالم، وهذا يعيد إسرائيل تقمص دور الضحية. أنا أقول لك أن أقرب تنظيم إلى داعش في إسرائيل هو حكومة إسرائيل، هي التي لها مصلحة في هذه الظاهرة واحد، وهي التي تقوم بهذه الممارسات ربما لكن بوسائل أخرى، بالضغط على أزرار من الجو. من يقوم بالقتل وقتل الأبرياء وذبح الأبرياء هو إسرائيل، ومشهد غزة ما زال مثلا أمامنا. لذلك إذا أحسننا التصرف، وأنا هنا أريد أن يعني أتصل باللي حكى الأخ جواد، كيف بعد ما فشلت إسرائيل عسكريا في تحقيق أهدافها في غزة، كيف تفشل أهدافها السياسية؟ أن لا تنجر للعب في هذا الملعب، أن تعود وتضع الاحتلال كأحد عناوين الإرهاب في المنطقة، أو هو العنوان الرئيسي للإرهاب، هو مصدر، هو المستنقع الذي تنبت عليه كل الظواهر التي ربما العالم يتحفظ منها. بعدين احنا بلاش نفوت أعمق وأعمق، يعني مين اللي اخترع داعش ومين اللي اخترع هون ومين اللي اخترع لا، ولكن في نهاية الأمر إسرائيل أيضا تقدم مساعدة لداعش، وهذه مساعدة علنية. يعني هي يعني داعش، إسرائيل تسمح داعش بالتحرك بشكل واسع على الحدود، وهي أيضا تقدم لهم العلاج الطبي في مستشفيات إسرائيل. إذن كل هذه العلاقة هي علاقة مشبوهة وفيها يعني هذا التركيب وهذا التناقض. ولكن هن بدهن يعني يلزقوا للشعب الفلسطيني، لما يعني بيحكوا عن غزة بقول لك حماس وداعش والقاعدة على غزة، إسا نقلوها لعنا لهون على الداخل. وهنا يجب أن أقول شيئا لأنفسنا، أن لا يتحمس البعض ليتنكر لمركب أو لدائرة المواطنة في هذه البلاد. نحن جزء من الشعب الفلسطيني، لكن نحن لا نريد أن نعفي إسرائيل من مسؤوليتها على حقنا كمواطنين،
وحقوقنا كمواطنين. للأسف الشديد هنالك أوساط سياسية في داخل المجتمع العربي الفلسطيني في داخل إسرائيل تعبث بهذا الموضوع، تعبث بهذا الموضوع. لما بنحكي عن تنامي حركة العنصرية والفاشية في إسرائيل، هذا موجه ضدنا، وهذا يستوجب منا وحدة كفاحية كفلسطينيين، لكن يستوجب منا فتح آفاق لتلك الأوساط اللي حتى سميتها هامشية في داخل الشارع اليهودي لكي نقف سوية ونواجه ذلك سوية. في عندك مركبات في المجتمع، في مركبات سياسية في المجتمع الفلسطيني في داخل إسرائيل التي لا تريد أن تخاطب اليهود، لا تخاطب الإسرائيليين، ويعني مين يعني بدهم يعملوا إنه كأنه إحنا دولة عظمى مقابل دولة عظمى. هذا كلام أقل ما يقال فيه إنه لعب في المنطقة الحرام، في مصير هذا المجتمع العربي الفلسطيني الذي بقي في وطنه في ظروف شبه مستحيلة. الآن هو بحاجة إلى انتمائه كفلسطيني، ولكن هو بحاجة أيضا إلى مقومات حياته المدنية اليومية، العمل، والأمر الملاحقة السياسية العنصرية تأخذ أشكال طبقية، تأخذ أشكال اجتماعية، فصل من العمل، منع دخول طاقات أكاديمية إلى هنا وإلى لذلك. الأمور مرتبطة، والأمور مرتبطة في نهاية الأمر. يعني في المحصلة إذا أردت أن أقول كلمة، أقول أنه يجب على أدائنا كفلسطينيين سواء هنا أو في الساحة الفلسطينية عموما أن نضع الإرهاب الإسرائيلي كالنقطة الإجماع التي يجب أن نجند العالم حولها ولرفضها. يعني الإرهاب الإسرائيلي، وهناك أيضا يعني ضمن قرارات جديدة المحامي جواد بولس، كان قرار المحكمة العليا بالمصادقة على قانون لجان القبول، وهو قانون فصل عنصري يمنع العربي من السكن حتى أيضا في بلدات يهودية. إذن يعني إسرائيل ذاهب أكثر نحو الفصل العنصري، نحو دولة الأبرتهايد، نحو التعامل مع العربي بشكل يعني ضمن صدام معين، وفي نفس الوقت نحن كمواطنين في هذه الدولة، النائب محمد بارك قال هناك من يريد أن يعبث بهذا الموضوع. حول هذا الموضوع سأعود إليك، ولكن بعد الخروج عند الفصل. اهلا بكم مجددا. معنا في هذه الحلقه النائب محمد بركه، رئيس الجبهه الديمقراطيه للسلام والمساواه، والمحامي جواد بولس. المحامي جواد بولس، قبل خروج الفاصل كنا نتحدث عن يعني ان هناك ايضا داخلنا، داخل الفلسطيني في الداخل، هناك من يريد ان يعبث بمصير هاي الجماهير، وايضا ان يخرج عن اطار المواطنه مع انها حق، وهذا اصلا ما تريده على ما يبدو اسرائيل ايضا، وهي التي تدفع الفلسطيني نحو الخروج من هذه المواطنه ونحو نزع الشرعيه عنه. هناك تحريض، صحيح هناك تحريض داعش وتنظيم داعش وما الى ذلك، واسرائيل تستغل هذا الوضع. انت كيف ترى الامور؟ يعني ببعض الملاحظات، البعض يعبث وليس متعمدا إيذاء مصلحة الجماهير العربية، ولكن السياسة التي ينتهجها، المبادئ التي يؤمن بها، والعقائد التي يسير وراءها تؤدي عمليا إلى ضرب المصالح العربية. بهذا المعنى طبعا هنالك العديد من القوى الفاعلة، وبعضها فاعل جدا بين الجماهير العربية، اللي حسب رأيي تضر بمصالح هذه الجماهير وبمستقبل وجودها في داخل إسرائيل. شو المصالح يعني؟ سنتحدث عن ذلك، بس بملاحظتين. السياسة الإسرائيلية تستهدف نزع شرعية النضال الفلسطيني بشكل عام، ونضال الجماهير العربية داخل بالداخل، ومحاولة يعني عنيدة من قبل إسرائيل أن لا يعرض هذا النضال كنضال ضحية في وجه جلادها، والجلاد هنا إسرائيل. إسرائيل عمدت خلال 100 عام أن تبقى هي المستأثرة بدور الضحية، ولن يأخذ منها هذا الدور أحد بأي وسيلة، ولذلك هي تفتعل كل الذرائع من أجل إبقاء خانة الضحية لها وخانة الإرهابي للآخر. واليوم تحديدا اليوم تحدثت عن، على سبيل المثال، مكتوب 43 ضابط من الوحدة 8 على 200 الوحدة الاستخبارات، وقلت يعني هدول ما جابوا لناش شيء جديد،
طب ليش قامت الإقامة بهذا المعنى؟ يعني كل شيء تحدثوا عنه نحن نعرف والعالم يعرف أنه هكذا تتصرف هذه الوحدة. القضية أنه لأول مرة تحدث هؤلاء ليس بمنطق الضمير والأخلاق فقط، إنما بربط سياسي واضح أن هذه الموبقات تعمق الاحتلال الإسرائيلي، وهذا قول سياسي. والأهم أن هؤلاء قالوا أن الفلسطينيين كشعب هم ضحية لممارسة إسرائيلية، ولأول مرة يعرض هذا بشكل مؤسس من أقحاح إسرائيليين وطنيين، ويقولون للعالم نحن الجلادون وهم الفلسطينيون. بس هذا تأثيرهم محدود، ولكن يعني هذا عددياً ولكن هذا يجب أن يعني أن يقضى عليه في البداية. لو داعش كان ما أمتش أيام نتنياهو يعلون وكل جهاز داعش هي صناعة إسرائيلية بهذا المفهوم كفكرة وكممارسة، وهذا شيء صحيح. لا دواعش بيننا نحن العرب في إسرائيل بمعنى السيافين قطعي الرؤوس كما نراهم، ولكن أنا أعتقد أن القضية بحاجة لأكثر من بحث سطحي، يعني لنفهم عندما نتحدث عن داعش ما هي الداعشية. وبالتالي إن كنا نقصد بالداعشية هي منظومة الفتاوى والعقائد التي يدعي أصحابها أنهم يمارسونها ويطبقونها وفقا لما تعلموه في مجامع الفتاوى وفي المساجد وإلى آخره، فهذه قضية بحاجة إلى بحث. وبالتالي من يؤمن بهذه الفتاوى في جميع المعمورة في النهاية بهذا المعنى هو يتسم بداعشية ما. ولذلك يجب علينا أن نحذر عندما نتحدث عن الداعشية بشكل عام، عن الداعشية بيننا، وعن إمكانية استفادة إسرائيل من هذه الداعشية. هذا بشكل على موضوع الداعشي. بالنسبة لقضية التحريض وكيف، وأنا من ما استعمل هذا المنبر وقلت أننا لن ننتصر لأي مصلحة صغيرة أو كبيرة في داخل هذه الدولة، أنا أؤمن بذلك. وقضية مكتوب الضباط وآخرين والمدرسين اللي منظمة إم ترسو، المدرسين اليهود وآخرين والفنانين والمخرجين، بالعكس هنالك تنامي. المظاهرة اللي كانت في الكرمل واللي فيها مئات من اليهود اللي استهدفوا أكثر ما استهدفوا العرب وليس صدفة، أنا أقول أن عملية الإقصاء الذاتي من قبل البعض الأحزاب والحركات السياسية وإبعادنا عن الساحة المخاطبة للشارع اليهودي أو محاولة التأثير فيه تضر الشارع اليهودي في نهاية الأمر. بدوش يسمعنا يا سيدي، سيسمعنا، هو مش عم بسمع. ولكن يعني هذه الفئة، هذه الفئة شو النتيجة إذا مش لازم نروح نروح؟ بالعكس، حتى لن ينتصر حق فلسطيني عام أو حقنا كجماهير عربية إن لم يجد مؤازرة كافية من داخل المجتمع اليهودي. علينا أن إن لم يسمعنا الفشل إلى حد ما إحنا مسؤولين عنه كمان. يجب أن نجد، يعني يجب أن نجد أولا يجب أن نقتنع أنه يجب أن نخاطب. هنالك أكثر من نصف مجتمعنا لا يؤمن بأنه هاي الدولة دولة إسرائيل هي ساحة نضال لإلنا. طيب أوكي، هل يجب أن نخاطب محمد بركة؟ طبعا، يعني واضح أنه يعني خد تجارب الشعوب الأخرى. يعني خد مثلا حرب فيتنام، صحيح أنه كان في بطولة أسطورية للفيتناميين في مواجهة الاستعمار الأمريكي، لكن أحد الأمور التي حسمت هذه الحرب هي حركة الاحتجاج في داخل أمريكا والمظاهرات التي كانت في ظهر أمريكا. خد الجزائر، كانت مقاومة بطولية للمقاومة الجزائرية، لكن أحد الأمور التي ساعدت في إنجاز مهمة الثورة والتخلص من الاحتلال كان حركة الاحتجاج في داخل المجتمع الفرنسي من جماهير ومثقفين ونقابات اللي كانت تعصف في البلاد. وبلاش نبعد، خد حرب لبنان الأولى بعد صبرا وشتيلا شو اللي صار وكيف بيغن اضطر أن يذهب إلى الصحراء السياسية وكل الأمور تغيرت وصار المباهاة من يخرج من لبنان أولا، وجاء براك على هذا الحصان للسلطة. بهذا المفهوم يعني نحن لا نخترع شيئا جديدا، لكن يضاف إلى كل هذا أن جزء من الشعب الفلسطيني يعيش هنا ويحمل المواطنة، عنده أداء متفردة متميزة مش موجودة في إيد حدا.
لماذا لا نستغلها؟ لماذا لا نستفيد؟ نحن بالضبط، لذلك هذا هو أحد المواضيع اللي عليها نقاش حاد في داخل السياسة العربية في داخل إسرائيل، إن هنالك من يريد أن يقف أمام المرآة ويخاطب نفسه. نحن على الأقل نصر على تركيبة عربية يهودية مع ضعف مع رؤيتنا للضعف قوتنا في الشارع اليهودي، لكن نحن نصر لأنه نشوف هذا هدف استراتيجي. نحن إلى جانب المظاهرات التي نظمناها في فترة الحرب في 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 الناصرة وفي سخنين وفي الطيبة وفي أم الفحم، نحن نظمنا المظاهرة التي حكى تحدث عنها الأخ جواد في حيفا اللي أنا كنت هناك، كنا بين الحياة والموت أمام الغوغاء الفاشيين، يعني الكراهية والحقد والإصرار على الاعتداء، يعني بأعجوبة لم يسقط ضحايا في هذه المظاهرة. المظاهرة الأخرى التي كانت في تل أبيب في عز الحرب في حسد 7000 اللي هوجمت بشكل عنيف من أوساط وأوباش الفاشيين الذين تنظموا للاعتداء عليها. المظاهرة الأخيرة اللي في آخر أيام الحرب اللي شارك فيها 15-20 ألف في ساحة رابين اللي أنا كنت فيها أحد المتحدثين، وأنا حقيقة ذهلت أنه في ظل هذا المجو المعبق في العنصرية أن أقف على هذه المنصة وكل كلمتين والتاني أقابل بتصفيق وتشجيع. في اعتقادي هنالك أساس واضمحلال أو ضعف حركة السلام في داخل إسرائيل. هذا لا يعني أن نبرئ أنفسنا من العمل في هذا الإطار، بالعكس، كل ما كانت أضعف كل ما كانت المهمة ملحة أكثر، لأنه إحنا مش عاملين معروف لحدا، إحنا عاملين معروف لشعبنا ولقضيتنا وللعدالة بشكل عام، لمفهوم السلام وتقرير المصير للشعب الفلسطيني. وأيضا هذا يفترض أن نقنع الإسرائيليين بأن هذا يصب في مصلحتهم إذا أرادوا أن يعيشوا حياة طبيعية خارج الغوغائية الصهيونية التي تحاول أن تضعهم في موضع المواجهة طوال الوقت، لأنهم يعتقدون أن هذه المواجهة هي أحد وسائل صياغة وحبك وحياكة المجتمع الإسرائيلي. نحن نريد أن نقنعهم لا، أنه في خيار آخر، خيار الحياة. صحيح، يعني نحن نريد أن نقنع بذلك. واضح أن المجتمع الإسرائيلي ينزاح نحو اليمين أكثر، نحو التطرف أكثر، وهذا لا يلغي أنه ضرورة التعامل التخاطب مع هذا المجتمع ومحاولتك نعرفه بالآخر بدك تأثر. أنت عندما بدك تحقق شغلي أنت بدك تأثر عليه عشان تحقق شغلي، ولكن في نهاية الأمر نحن أيضا كمجتمع مختلفون. خلينا نحكي بكل صراحة، لجنة المتابعة محمد بوك منذ أشهر رئيس لجنة المتابعة سيد محمد زيدان قدم استقالته. حتى الآن مركبات لجنة المتابعة الأحزاب لم تتفق على رئيس جديد، فكيف إحنا نخاطب الشارع اليهودي إذا إحنا مش متفقين على إشي إجماعي داخلنا؟ شوف يعني ليش يكون إجماعي؟ أول ممكن أن يكون إجماعي طبعا هذا حد أدنى كواسم مشترك. لجنة المتابعة بحكم تركيبتها كإطار طوعي اللي يضم كل الأحزاب ما حدا ملزم للتاني فيه، يعني إلا غير ضرورات العمل المشترك واتخاذ قرارات مشتركة تتعلق بمجتمعنا. بس هي بالضبط هي هيئة كانت فاعلة، كانت لها القرارات الأساسية. اليوم في تراجع. إحنا نسعى دائما، كنا نسعى دائما إلى الإجماع وهذا الأمر كان قائم، لكن إذا لم يكن إجماع في هذه المرحلة فليكن انتخاب. ولكن اليوم في 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 يعني تراجع لدور لجنة المتابعة نتيجة كل هاي الإشكاليات الداخلية. شوف، في تراجع لدور لجنة المتابعة في أعقاب الانتخابات البلدية الأخيرة، هذا واضح تماماً. لماذا؟ هل الانتخابات المحلية الأخيرة يعني أنت؟ ما بدي أقول لك. ما بدي أقول لك. في ارتفاع للمناهج العصبوية، للطائفية، للعائلية. ولا مرة كانت غائبة هذا عن مجتمعنا، لكن ظهرت بشكل فظ هذه المرة. الجديد فيها أن هذه المظاهر حصلت على تأييد من أحزاب سياسية تقول أنها وطنية وشاملة، هذا واحد. والأمر الآخر أن هذه التحالفات المشينة لم تشعر بحرج في أن يكون جماعة السلطة وحتى أحزاب السلطة أن يكونوا ضمن هذه التشكيلة، مش عارفش بحرج هذه المرة. في الماضي كان يعني واحد اللي بقول لك ليكود ومش ليكود، يعني بنقول له لا بصيرش، يعني في شوية خجل قلعوا في البعض، قلع شلش الحياة في هذا الموضوع. هذا يحتم على القوى الوطنية الحقيقية، وأنا لا أعني فصيلا بعينه بس، يعني أنه أنا ما بحكي عن الجبهة فقط، إنما هذه القوى موجودة في كل الأطر، أن تتعلم الدرس وتستنهض المشترك الحقيقي من أجل مواجهة هذه المظاهر، لأنه هذه صناعة إسرائيلية مرة أخرى، وأنا لا أقول هذا بدافع البارانويا، هذا يتصل بظاهرة العنف
في داخل مجتمعنا اللي هي مستشري، هذا يتصل بفوضى السلاح، كل ولد 19-18 سنة بروح بيشتري القتل السلاح وبتباهى فيها، هذه كارثة. هذا أيضا يتصل في تراجع القراءة، تراجع الانتماء للعام، تراجع ربما يعني في شيء تراجع في حسنة في الحالة الاقتصادية، ممكن أيضا تراجع الأحزاب، ما هو بالضرورة يعني في تراجع الأحزاب عندما أستاذ رمزي، هذا أخرى كله بده يصب لهناك. إنه التمايز السياسي ما يكونش على أساس سياسي أيديولوجي، إنما التمايزات السياسية تكون على مفتاحين في داخل المجتمع، مفتاح الطائفية والعائلية والمصالح الشخصية، وعلى المستوى العام مفتاح الولاء للسلطة، أنت تحقق حقوق بالواسطة وبالولاء للسلطة الحاكمة، وإذا لا أنت مغضوب عليك ببط. هم يريدون أصلا كل الهجوم على القيادة السياسية، شو هذا يعني؟ شو طب ما كل واحد له حزبه بيصوت له، أو عنده هوا ما بلاقي يعني، هو الأحزاب السياسية جسم واحد إلها توجه، لكن الهجوم على فكرة السياسة وفكرة الأحزاب السياسية هدفها تقويض أي إمكانية لقيام قيادي تضع أولويات حتى المختلف عليها، لكن هي مقابلة ومناقضة للأولويات التي تريد أن السلطة أن تفرضها، اللي الانتماء الطائفي والانتماء العائلي. طيب. ودخلوك الموضوع الشعب الأرامي اللي نحن نكين له كل الاحترام، لكن بهدف تفسيخ شعبنا، في البداية سجندوا إخواننا الدروز، بعدين اخترعوا الخدمة المدني، كل هذا مش في الفراغ. احنا احيانا نتصور لما نتناقش بنات بعضنا كأنه المعركة شو بتفكر الجبهة مقابل التجمع مقابل الحركة الإسلامية، لا، في لعيب آخر، في لعب آخر على ساحتنا، في بيننا، في 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 بيوتنا، اللي هو السلطة الإسرائيلية. أحيانا يعني ما ننتبهش لهذا القصة، أو بفكروا هذا العنصر مش قائم، هذا هو العنصر الذي يجب أن نتوحد جميعا من أجل مواجهته. جواد بولس، يعني لجنة المتابعة جسم توخى مؤسسوه أن يكون مظلة تحمي المصالح الجماهير العربية، ترسم لهذه المصالح وتبني برامج. حلو. من أجل حلو، اسمح لي أقاطعك، اسمح لي أقاطعك. لماذا أنا اليوم بدي لجنة المتابعة عشان ترسم لي المستقبل، أو ترسم لي الخطوات الكفاحية النضالية، وأنا بعرف أن لجنة المتابعة اليوم ضمن تركيبتها الجديدة لا تفرزت عنها، لا اسمح لي، فيها الطائفية، فيها العائلية، فيها القبلية، وفيها الانتماء الصوتي. رمزي، أنا بديت بالجملة المنيحة، بدك تسمع إسا مني الجمل اللي مش كتير بيحبوا يسمعوا اللي أنا كاتبه هذا الشيء. أنا قلت توخى مؤسسوها هذا، ولكنها فشلت بتحقيق هذا الحلم وبتحقيق حد أدنى من هذا الحلم، وتحولت في السنوات الأخيرة إلى أكبر جسم عمليا يضر، أنا برأيي مش بس مش عم بفيد، يضر مصالح الجماهير العربية. لأنه لما الجماهير تتوقع من هذا الجسم أن يكون هو الطليعي في تحقيق والدفاع عن مصالحه، ويتحول هذا الجسم إلى معوق أمام هذا، فهو يضر. الأسباب عديدة، أهم هذه الأسباب تتعلق عمليا بسؤال يجب أن يطرح في النهاية، هي ليس وحدة بكل ثمن، ليس أن نتحد وأن نتفق، كل ما اختلفنا أكثر وسعنا القاسم المشترك وعرضناه إلى أن تحول إلى قاسم مشترك وهمي. فأنا تساءلت كثيرا إنه كيف يمكن لمحمد بركي الإنسان الديمقراطي الثائر الماركسي أن يجلس في جسم مبدئيا بعض أفراده يعارض أن تجلس فيه امرأة لأنها عورة؟ كيف يمكن باسم الوحدة أن نمر على ذلك؟ كيف يمكن أن نجلس في جسم لبعض أفراده بنزله إلى بابي وبيقولوا له خيبر خيبر يا يهود؟ كيف ممكن أن يجلس في جسم أي إنسان وإلى آخره من هذه الأمثلة؟ كيف ممكن أن نجلس في جسم وفيه بعض من دعاة الطائفية والعنصرية وإلى آخره؟ أو على الأقل يؤسسون بفكرهم لمثل هذه الطائفية، وأن نغض النظر باسم الوحدة عن أي وحدة نتحدث. أنا أقول أنه في أي جسم يخدم مصالح الجماهير العربية قد نلتقي على قواسم مشتركة وطنية واسعة، ولكن مفهوم الوطنية عند بعض هاي الأجسام غير قائم بحد الأدنى زي مفهومي أنا وزي مفهوم أحزاب وطنية أخرى. ولذلك يجب أن تسأل الأسئلة. أنا لا أرى غضاضة أن يكون بين الجماهير العربية أكثر من جسم يدعي أنه يمثل هذه المصالح، وأنا لا أنفي حق أي إنسان يعمل بالسياسي أن يقول ما يقوله وأن لا يلغي رأي الآخر،
وأنا أقول إنه أنا أريد أن أعمل مع من يؤمن بحد أدنى من الفواصل الوطنية الإنسانية من بداية من حق العامل لحق المرأة لحق المثقف لحق المؤمن لحق المدين لحق الملحد لحق كذا. كل هذه مبادئ السلوك الوطني والسوق الوطني. لذلك أقول أن لجنة المتابعة في ممارساتها الأخيرة تحولت إلى لجنة تعمل بمفاصل المخاتير العربية ومحاولات توفيقية دائمة بين فلان وبين علان، ومش لازم يزعل أبو فلان ومش لازم يزعل أبو علان. وبالتالي خسرنا أهم ما أفرزته عقول ذلك الجيل المناضل الذي رأى وجودنا هنا في داخل إسرائيل كفلسطينيين يحدد نضاله زمان ومكان. المكان هو أننا داخل دولة، والزمان هو كل مرة يجب أن يفحص. وعلينا بعض هذه المركبات، وأهمها أنا بعتقد الجبهة والقريبين على فكر الجبهة أن يعيدوا حساباتهم إزاء هذا الجسم، وأن يعرضوا للجماهير فكرة خلاقة من شأنها أن تجذب قوى سياسية يجب أن يكون لها دور فاعل في الحقبة التي ستواجهنا فيها هاي الدولة، ونحن أقرب إلى نظام فاشي من أي وقت مضى. طيب القضية ليست الجبهة فقط، يعني هناك أجسام أخرى. الجبهة وأجسام أخرى واضح. لكن محمد بركي، يعني هذه دعوة لإلغاء لجنة المتابعة. شوف، نحن بحاجة إلى إطار جامع ليس لكل شيء، يعني في أشياء نحن مش مجمعين عليها، والأخ جواد حكى كلام في غاية الأهمية. موضوع أنه أنا قاعد هناك، طبعا بقعد هناك، يعني هذا إطار اللي يجمع كل مركبات المجتمع العربي هناك. نحن لسنا متفقين على كل شيء. أنا أجلس في الكنيسة اللي هو أطقع، يعني عفوا على الكلمة، يعني هناك مساحة التناقض هي أكبر. لكن فارق أن لجنة المتابعة تقرر للجماهير العربية. شو تقرر؟ تقرر خطوات نظرية، هي لا تقرر ميزانية، هي لا تقرر شق شوارع، هي لا تقرر خطوات. كيف لذلك نحن كيف ستقرر خطوات نظرية وهي هناك انتماءات لأحزاب السلطة؟ جيد. لذلك نحن بحاجة إلى هذا الإطار. مثلا إحنا مقبلون الآن على إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى في أكتوبر. هذا موضوع لا نستطيع الجامعة لوحدها أن تقرر الخطوات أو النشاطات الجامعة قبل يوم الأرض. في مثلا مش بقدرش جسم واحد يقرر، بدنا يكون في إطار. اللي مثلا فترة الحرب بدك تعلن إضراب عام، أنا ما بقدر أعلن إضراب عام، إنما يجب أن نلتقي في مكان ما كلياتنا ونقول لو عندك ما يكفي من مصداقية وقوة تستطيع أن تعلن والجماهير بتمشي. لا، ما هو أنا لازم أكون، يعني يكون عندي نسبة تأييد زي بعض الرؤساء العرب 99.9. مش بالضرورة تأييد للفكرة وليس إليك كتنظيم. أوكي، ما إحنا بنبادر للفكرة وبعدين لازم نجمع عليها، بدناش إحنا كمان نشظي مجتمعنا إنه هذا مع وهذا لا، بده يكون في إطار. بهذا المفهوم في مسؤولية سياسية. أي وحدة هي التي تشظي؟ هي تظلل على تشظي قائم. الوحدة الوهمية داخل هذا الإطار هي التي تكرس وتخلي التشظي خطير يجري وكأننا متحدون ونحن لسنا. جواد، فيش وحدة في لجنة المتابعة؟ أنا بقول ما في وحدة. يعني أنا هذا مش منفي تهمي، هذا حقيقة. يعني أنا على الأقل في شهر الحرب أو فترة الحرب نحن فتنا في مشكلتين كبيرة في داخل لجنة المتابعة، ونحن قررنا، وأنا شخصيا عندما جاءوا وتعرضوا وثيقة باسم الجماهير العربية اللي تتجاهل أو لا تذكر الجماهير العربية، باسم الجماهير العربية لا تذكر الجماهير العربية، لا تذكر الفاشية وتنامي العنصرية في داخل مجتمعنا، لا تذكر منظمة التحرير كإطار جامع. فأنا في نص المؤتمر الصحفي عندما قرأت هذه الوثيقة قلت نحن لا نوقع على هكذا وثيقة. صحيح. وهذا موقف مش موقف عادي. لو بدنا نيجي ندور الزوايا هذا الموقف يجب أن يطور بالزبط. إلى موقف يجمع كل من يوافقك أنت وأسباب رفضك. وأنا طبعا وافقت على ما قلت، وأنا قلت أكثر محمد إنه أخافني ليس فقط ما لم يكتب، إنما أخافني ما كتب. لأنه صح. النص المكتوب كان نصا بعيدا عن الخطاب الذي يجب أن يتبناه العربي يعني داخل الناس. في نهاية البرنامج رح نفوت في قضية النص بالضبط، مش فاهمين علينا فيها. ولكن بالفعل محمد هذيان خارج الوطنية وخارج المواطن. محمد بركي، لجنة المتابعة كما هي، نعم، هل أنت راضي عنها؟ أنا مش ضروري أرضى عنها، أنا بقول لك أنا بدي هل يجب أن تبقى كما هي؟ يا رمزي، أنا بدي إطار جامع
اللي نجتمع فيه كل مركبات المجتمع العربي. نحن لن نكون متفقين على كل شيء، أنا أقول سلفا، لا بالعكس، في أمور سنتصادم فيها. بس إيش مركبات؟ يعني محمد بركي هناك كما يعني خلينا في أجسام سياسية بدك أنا أشطبها أنا مش أجسام سياسية، هناك رؤساء مجالس محلية ينتمون الأحزاب سلطة، هدول ليش يمثلوني أنا؟ ليش يمثلوا قراري؟ كل الوقت موجود هذا، كل الوقت كان موجود في فترة معينة، في فترة معينة، في فترة معينة كانت قيادة لجنة الرؤساء هي قيادة ملتزمة سياسيا، كان رامز جرايسي وكان قبله شوقي خطيب وكان قبله كمان محمد زيدان وكان إبراهيم نمر حسين. يعني أنا بس عقبا، أنا مع إقامة جسم موحد ولكن ليس بكل ثمن. أنا مع إنه قبل ما ألجأ إلى جسم واحد أن أقيم أنا كحركة سياسية أو كأفراد نؤمن جسم سياسي قوي، وأن نأتي إلى هذه المظلة بحملنا وأن يفرض حملنا على من يكون أخير. وأن لا أتراجع لأنه أنا بعرف إنه بقدرش أطلع مظاهرة فيها 200 بني آدم وغيري بيقدر يطلع في يوم كذا 10,000 بني آدم، فسيكون هو صاحب القرار. أنا أقول قبل أن نلجأ إلى هذا الجسم لنعد بناء بيوتنا نحن وأن نملأها بهذه الشحنات الوطنية وببرامج عمل جامعة ومجمعة، وأن نأتي إلى الأجسام الأخرى ونقول ها نحن الآن الأقوياء وهذا هو فكرنا وإيماننا، نحن نؤمن بواحد 2 3 4، وأن نقول كل ما نؤمن فيه، مش نغطيه باسم الوحدة، أن نعلن إنه هذا هو أساس الوحدة. في فرق بالتوجه بين إنه أنا أتنازل عن مكانة المرأة ومكاني من الطائفية ومكاني من تسييس الدين وديانة السياسة وإلى آخره، هناك أخطر والعمالة، وأن تتحول كل هذه مشاريع لردمها باسم الوحدة. أنا أقول أنني أريد وحدة على ما أنا أؤمن فيه وأؤمن أنه هذا يمكن نتيجة ضعف أحزاب طبعا إلى شو يمكن نتيجة ضعف أحزاب. أنا مرة أخرى هنالك مش إحنا ما بنحكي عن وحدة، بنحكي عن توافق. أنا لن أكون محامي كل بس لما نفكر بشي جديد ممكن تفكر يعني هناك تراجع لكل الأحزاب، ممكن تفكر لكل الأحزاب ممكن تفكر بشيء جديد، بس هذا مش بديل عن ضرورة أن يكون هنالك إطار لكل مركبات المجتمع الفلسطيني في داخل إسرائيل اللي هذه مظلة لكن محمد بركي استنى شوي، ليش بنفكر ليش عم نفكر احنا إذا في انتخابات ولأنه في رفع نسبة بس خليني أوفر رفع نسبة حسب نفكر في تحالفات انتخابية، ليه بنفكر بشيء جديد يضم كل القوى الوطنية؟ كيف يعني ترجم لي يعني ممكن ما ليش كل القوى الوطنية متفقة على كل شيء؟ طب ممكن يكون حوار حوار أوكي، هذا يعني هذا موضوع آخر. أما أنا بدي أوفي الموضوع تبع لجنة المتابعة، أنا لن أكون محاميا للجنة الدفاع للجنة المتابعة بشكلها المتهاوي والمتهالك اللي عم بنشوفه إسا. حتى دورها اللي كان أدوارها الكلاسيكية اليوم خفت، صارت مسرح لا 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 لتجاذبات ولا هذيان سياسي بعيد عن مصالح مجتمعنا. لكن هذا لا يعني أنني أدعو إلى شطبها، إنما نحن بحاجة إلى إطار لأن نجتمع سوية لاتخاذ قرارات في مجمعية في موضوع مواضيع معينة اللي أنا حكيتها، ما بدي أرجع هذا الكلام. فيما يتعلق في الموضوع الثاني موضوع الوحدة، أنا أؤمن بتحالفات سياسية. شو وحدة يعني؟ الوحدة هي أنه أحزاب تحل حالها وتشكل حزب آخر، هذا بده يعني مقومات أيديولوجية ومقومات سياسية وما إلى ذلك. نحن الآن عشية أي انتخابات ممكن أن تحدث، نحن لا نستطيع أن نخوض الانتخابات بالشكل الذي خضناه حتى الآن. موضوع أن تكون هنالك 3 قوائم أو أكثر هذا أمر يعتبر كارثة، لا بل أقول قد يكون خيانة. الآن الحد الأقصى هو 2 إن لم تكن 1، كل طرف فيها يحافظ على استقلاليته، ويمكن أن تبدع أشكالا جديدة للتحالف في داخل المجتمع العربي ليس من خلال التشكيلات القائمة، وما تحالف مع أوساط يهودية ديمقراطية مع كل هشاشتها وضعفها العددي. لكن هنالك كثير من الأمور مفتوحة، أنا فاهم أن وقت البرنامج ما عاد يسع، لكن هذا موضوع يستحق أن يجري عليه حوار مستقل. يعني أنا بس برأيي بالنسبة لانتخابات المستقبلية، صحيح أنه تعلاية نسبة الحسم عامل اللي خوف الأحزاب، ولكن بناتنا في عامل بخوفنا أكثر
ومن ينادي بمقاطعة الانتخابات. 50% من هذا المجتمع لا يؤمن أنه الكنيسة هي ساحة نضال جائزة للحفاظ على حقوقه وعلى مواطنته السليمة. ولكن حتى المقاطعة مش هنا يعني، حتى المقاطعة مش 50%، هناك أسباب أخرى. مهم شو الأسباب، أنا عم بحكي أنه في أيضا سياسة هي حكومة، مش مقاطعة، عدم مشاركة، عدم مشاركة يعني نتيجة سياسة المؤسسة الإسرائيلية تجاه الفلسطيني في الداخل. لا نتيجة نمو فكر حركات تؤمن بأن شرعيا لا يمكن وشرعا لا يعني يمكن. خلي هذا الموضوع لحلقة تانية، لحلقة تانية. النائب محمد بركي، المحامي جواد بولس، أشكركم جزيل الشكر على المشاركة. أعزائي المشاهدين، نلتقي في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.